نشارككم مشاهدينا مع زميلتي إلسا، واليوم بدنا نروح على إيطاليا. قال بدها تحذرني لوين بدنا نروح. يلا ما انا ما يعني بتعرف انا كثير كول هالمره ما صعبت لك اياها، كثير لابسه تيشيرت اي لاف ايطاليا. اوكي وبعدين ما اخذتك محل بعيد، بس ايطاليا كبيره. ايطاليا كبيره، مش رايحين ولا على استراليا ولا على اليابان ولا على كوبا اللي رحنا عليهم قبل بفواياج فواياج، رايحين على ايطاليا. المدينه اللي رايحين عليها هي مدينه كثير 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 مشهوره فنيا، يعني عندها تركت بصماتها بكل اوروبا وبالعالم كله، وخصوصا بعصر النهضه الرينيسانس اوروبيان، لانه كل فنانينها من رسام لنحاتين عملوا تحف فنية بعدها موجودة بهيدي المدينة. فلورنس. برافو فلورنس. عن جد عن جد قوية. بأول أنا لأني رايحة عليها. واحد إذا مسافر على بلد بيعرفه ودغري بيحذر أكثر. برافو عليك. أوقات لازم تعطيهم هينس هيك. إيه ما هيدي هي عم جد. يحذر. فلورنس مهم نعرف إنه هي كانت عاصمة إيطاليا بين 1865 و 1870 قد ما كانت مهمة. صح. هلا كيف نروح على فلورنس؟ بينت على الخارطة عنا بدنا نوصل على ايطاليا. عاده اهين شيء ناخذ طياره على روما، ثلاث ساعات ونص من بيروت، وبعدين ساعه طياره ثانيه على فرنسا اللي هي شمال ايطاليا بمنطقه تسكانيا، تسكاني اللي هي رائعه رائعه. تعقل. كل المنطقه منطقه رائعه اصلا. فلورنس رائعه، فلورنس رائعه، والبيتزا والاكلات بياخذوا العقل. واصلين على الاكل ستيفاني. لكن بنوصل على فلورنس، يعني قلنا من روما على فلورنس فينا ناخذ طياره ساعه او ثلاث ساعات بترين. انا رحت بالسياره. ما هيدا الحلو عم بقول، انا او بترين او رحنا بالسياره. كثير حلو لانه المناظر بتعقد، يعني بتشوفي حقول القمح والدوار الشمس تغنصر، مثل ما بعرف اذا حضرت فيلم طلع من كم سنه اندر ذا تاسكن سان، كثير حلو معمول من الكتاب المعروف. صح. كمان كله مناظر بتعقد، بقى يعني بيحرز انه واحد كمان يروح او بترين او بالسياره. فرق الوقت ما سالتيني عنه ستيفاني لانه ما ايه ساعة لورا مثل ببقية دول اوروبا اللي بنعرفها، يعني هلا اذا الساعة 11 تقريبا بايطاليا وبفلورنس بتكون الساعة 10. والحلو نعرف انه في فصلين كثير مهم نروح عليهم على فلورنس، هن فصل الخريف وفصل الربيع. هلا فصول ايطاليا مثل فصول عنا، يعني ايطاليا مانا بعيده كلنا بذات المنطقه، عندها اربع فصول بس. نعم. اقوى بس اسقع، يعني هلا دائما بيكون في فرق 5 أو 10 درجات بيننا وبينهم. هلا يعني بلشت الشتويه كثير يعني محبذ عاده واحد يروح بين سبتمبر، يعني بين ايلول وتشرين الثاني باوائله او بنصه، يعني مثل هلا بعد شوي بصير كثير سقع، او بالربيع من اذار ل ايار مارس لانه بتتلج. لانه بتتلج نحن مثلا ببيروت ما بتتلج. ايه. على الجبال بتتلج. صح. وهيدا الفرق. يعني في بتحسي سقعه قارصه وقت تروحي حتى بالخريف، يعني انا رحت باكتوبر بيكون في سقعه وبدك دائما تحتاجي لباردوسيو لشمسيه، واكيد انا دائما بقول ايطاليا بتحيلي بشكلها بالبوتين الجزمه، دائما بتاخذي معك بوتين لانه بتضلها تشتي وتجيبي معك بوتين لانه جلدهم بعقل. لكن انه هودي اهم شيء نعرفها تنعرف كيف بدنا نروح. وكمان كثير مهم كثير مهم تعرف شوي الطلياني، لانه الطليان كثير متعصبين للغتون، يعني بيعملوا حاله ما بيفهموا. هلا بيفهموا شويه انجليزي شويه فرنساوي، بس كثير كثير بيستعملوا كلمات نحن كلنا بنعرف بونجورنو وتشاو وبيلا وسي ونو، وكمان في عندهم مثلا كوانتو كوستا قد ايه حقها بويرانوتي. هلا إذا ما بتعرف إيطالياني احكي فرنسي ومغطيه شوي وعمل حركات بإيديك بيمشي الحال، بفكروك إيطالياني. يعني هيدي دائما بتزبط. اللي بيعرف فرنساوي دغري بيفهم عليهم أصلا. إيه دغري فرنساوي أو إسباني أكيد. صح. هلا بدنا نشوف بأول روبورتاج طرقات يلي هي يعني بتعقد بفلورنس، هيدي التسكاني أنت ورايحة بالتران فيك تشوفي هيك مناظر، وهيدي فلورنس من فوق. الحلو بفلورنس من فوق ستيفاني إنه كلها أرميد، ومعروفه بالدوومو يلي شفتيها هيدي القبه الكبيره بتبين وين ما كنت بفلورنسا. صح. والحلو فيها هيدي القبه انه هي تابعه لاكبر كاتدرال بفلورنسا يلي هي سانتا ماريا ديل فيوري، يلي كلهم بيعرفوها وكلهم بيروحوا عليها، يعني هي مثل شفيعه فلورنسا. شفت شو حلوين الطرقات، شفت شو حلو هيك بتحسي عندها طابع غير شكل، والساحه كمان بتاخذ العقل، والساحه عندها ساحات بعقده وكله. هلا بنشوف بالتقرير الثاني بتكون كلها تحف. عندهم
عندهم كمان محلات سوفينيرز كتير حلوين، بتفوتي ما بتعرفي شو بدك تشتري. كله يعني تحف بكل الأنواع من كل أنواع. هلا يعني مثل ما عم نشوف على الشاشة في عنا نهر الأرنو اللي هو بيقطع بمدينة فلورنس وبتسكني كلها، وبيقسمها لضف يعني لشقين. شو عندك على الضفة الغربية والشرقية؟ من الضفتين فيك تستفيدي لأنه في عندك كتير معالم سياحية حلوة. هلا مثل ما عم نشوف يعني الطقس دائما بده يكون هيك يعني بين الشمس ومطر. صح. بس هذا الطابع تبعها الحلو يعني، مش هيك بينرحلة بأول بسهولة بالخريف، ما ضروري دائما تكون شمس قوية. وهيدا البوين اللي عم نشوفه اسمه بونتو بيكيو، سي لو فيو بون، من 1345 معمر، والوحيد اللي ضاين بعد الحرب العالمية الثانية اللي ما انكسر. يعني هيدا أعتق بون، أعتق جسر موجود بتسكني كلها، قدر ضاين بعد القصف اللي كان كتير كثيف بالحرب العالمية الثانية. وتشوفي على الألوان يعني حسب أوقات النهار بتشوفي قديه بتتغير ألوانها لتسكني، وبتضلها رائعة بكل أوقات. صح. النهار اللي كنا فيه. هلا هيدا القبة اللي شفناها قبل دوم وعملها نحات ورسام كتير معروف اسمه برونيليتشي، وستيل الجوتيك تبعها ببين من وين ما كان. بدنا نشوف بالتقرير الثاني كيف هيدا الدوم كتير عنده بيعطي الكاشي. يعني اول ما بتشوفي بكل البوست كاردز بتشوفي هيدا القبه بتقولي دغري فلورنس. كيف بباريس في توريفل، هون في فلورنس في قبه دوومو يعني لو دوم. هلا والهيدا الكاتدرال اللي رح نشوفها بعد شوي سانتا ماريا ديل فيوري هي من اكبر اربع كاتدرال بكل اوروبا. بتشوفي قد ايه مهمه يعني، بتجي بعد الكاتدرال البازيليك الكبيره تبع سان بيير دو روم، يعني شوفي قد ايه اهميتها كبيرة. هلا عنا كتير بعد تفاصيل بس رح ناخد سوا وقفة ومنتابع. أوكي. أوكي نرجع لكم مشاهدينا. كنا نحن سافرنا على فلورنس بإيطاليا وكنا بدنا نشوف الدوم. ايه كنا بدنا نشوف التحف الفنيه اللي بنلاقيها بفلورنس. يعني هيدا مبين الدوم عن بعيد، شفتي هلا هو ستيل تبعه ستيل جوتيك، اكيد اخذ كثير وقت تينعمل. وحلو انه من جوا اذا بتزوريها للكاتدرال من جوا الرسمات اللي على الدوم من جوا يعني على السقف كلها مزخرفه فريسك معروفين. هلا مثل ما شايفين بكل مشاويرنا بفلورنس او فيرنزي بالتالياني بسموها كمان فيرنزي، بنقع على تحف وين ما كان يعني، وين ما بتطلعي في ريحه هيك بتحسي فن في هيك بتفاح. هيدا الكاتدرال كانت كثير معروفه وبين علينا ثلاث ابواب، شفتي ستيفانيها ثلاث ابواب نحاسيه هودي كثير معروفين، هن بكنيسه مار يوحنا المعمدان بفلورنس. وكل وحده اخذت عشرات وعشرين السنين تخلصت، لانه اذا مبين عليك كلها سيدي فريسك على النحاس يعني اخذت وقت كثير كبير لفنانين ونحاتين معروفين جدا جدا هونيك. هلا بدك تقولي لي مين من هالنحاتين والفنانين هودي اللي بنعرفهم كلنا عالميا يعني، عندك من ميكيلانجيلو لدوناتيلو لغيرهم لبوتيتشيلي ليوناردو دافينشي، كلهم تركوا بصماتهم هونيك بهذا العصر. حتى جوات الكاتدرائيات والكنايس بتشوفي قديش شغل حلو، وفي عدة طرق يعني في عدة ستايلز. مثلا هيدا الكنيسة في أقل زخروف من اللي قبلها، بس كتير حلو واحد يعني يعمل تور لأنه اللي بشوفه بفيرنزا ما بيلاقيه ولا بلد تاني ولا مدينة تانية من العالم. هون كمان بتشوفي مثل قلعات كبيرة القصور اللي عندهم. صح. لأنه كانت العائلة هونيك عائلة ميديسيس المعروفة كتير يعني بالقرن ال15-16 كتير تركوا بصماتهم كمان على المدينة، وهن ساعدوا هود الفنانين يكون عندهم الكاباسيتي يعني يقدروا يفرجوا فنون ويبرعوا نعم بهالتحف اللي نعرفها بالعالم كله. وحبيت كتير كمان انه سلط ضوء على المتاحف يلي بنشوفها هونيك. شفنا نحن هلا القصوره او الكنايس، في متاحف كمان كثير حلوه لا سيما ثلاث متاحف معروفين كثير رح نشوفهم هلا، ورح نشوف شو هن هالتحف يلي بنشوفهم جواتها واللي بنكتشفها يلي بنندهش قدامها لانه بنعرفها من كتب التاريخ. هلا
هون هيدي تحفة هيدي تحفة مثل ما في موناليزا في ألسا ألسا ليزا شفت الماسك كمان هن مثل إسبري كارنفال دو فينيز كتير بيتكلوا على الماسك وعلى الأشياء هيك المهضومة هون عم نشوف شفت كل شيء ستاتيو منحوتات وتماثيل وين ما كان وأوقات بيكونوا لابسين كأنه أبيض وبيتحركوا بيعملوا حالهم أن هن منحوتة هيدي المنحوتة كتير معروفة اللي شفناها قبل هي منحوتة دافيد لميكيلانجلو معروفة عالميا وعطته شهرة هيدي هي ومنلاقيها بجاليري اسمها أكاديميا جاليري نقلوها عدة محلات لأنه هو عملها بسنة 1400 وشي غيروا لها محلاتها عدة مرات بس هلأ منلاقيها بأكاديميا جاليري شفت وين ما كان بتلاقي منحوتات سيكس باكس كلهم سيكس باكس ايه أجسام رائعة هيدي جاليريا دجلي وفيدزي وفيدزي كمان كتير مهمة لأنه جواتها بتلاقي مش بس منحوتات بتلاقي رسوم يعني لوحات مشهورة كتير مثل لوحة بوتيتشيلي لا نيسانس دو فينوس رح نشوفها هلا يعني ولادة فينوس وغيرها من اللوحات هيدي هي لا نيسانس دو فينوس أكيد بتعرفي يعني كلنا بنعرفهم لهاللوحات يعني كلنا بنود إنه نجيبهم على بيتنا بس فيكي ماكسيموم تشتري ريبرودكسيون إيه حتى ريبرودكسيون في هون يعني مش ضروري الواحد بس إنه إذا واحد حب كمان يجيب ليكي جميل شفتي يعني حتى السقف قعدي ساعات تو ديفاغ يعني إيه أنت بتنسي حالك بتنسي الدنيا هيدي سفرة بتعمليها سقفية يعني بتعطيكي باجاج سقفي لسنة أو سنتين أو ثلاثة لأنه كتير كتير غنية سقفيا وتاريخيا وكمان من المتاحف الحلوة نروح عليها هو متحف بالاتشو بيتي أو بالاتشو بيكيو يلي هم كانوا قصورة لعائلة ميديسيس هون كتير حلو منلاقي في حديقة كبيرة حد بالاتشو بيتي هي حديقة بوبولي جاردنز بيروحوا بيعملوا بيكنيكس هونيك إذا عبالك تعمل بيكنيكس وحدك منحوتات كبار مثل بلبنان عنا كتير محلاتنا طبعا يعني دايما في هذا الجو اللي بيرافقك بفلورنس وبتحس حالك هيك في هدوء انه رايحه تستمتعي بالمنظر صح. ما عندك هالعجقه يلي بتلاقيها بغير مدن من ايطاليا لان ايطاليا ما تنسوا انه بتشبه كثير لبنان بعجقتها هلا هون حبيت انهي هذا الريبورتاج بقصه خاصه بالولاد ولسيما ببينوكيو لانه انت عارفه انه بينوكيو من فلورنس بداية صغيرة بحد فلورنس اسمها كويودي وكارلو كويودي هو المخترع المؤلف قصة بينوكيو اللي كلنا بنعرفها ما بنصحك تكذبي انه بتعرفي بيطول منخارك عم بلقط منخارك انا بنتي انا بخبرها انه بيطول منخارك هلا بتعمل كذبة بتحط ايدها بتفكر انه انا ابني اذا بحس عم يفنس بقول له جيتوشتوني جيتوشتوني ما هيدي كل الافكار اخذناها من قصة بينوكيو المعروفة مشهورة عالميا في بارك بينوكيو حد فلورنس ما إنه كتير بعيد بداية كويودي مطرح ما من موجود هونيك المتحف كمان تبع هذا البانتان المهضوم كتير اللي كلنا بنعرفه من خشب اللي صار إنسان. بتكزري بتبرمي بتشوفي بس أهم شيء شو ستيفاني الأكل بفلورنس يعني واو تحفة بحد ذاتها دجا الأكل التلياني أنا كتير بحبه يعني كتير كتير طيب بس اتون فالور سور يعني اكيد انه شو ما اكلت بايطاليا ان كان بيتزا مثل ما اليوم مثل ما اليوم مارون رح يقعد صح بعدين الويترز كتير مهضومين اي يعني عندهم هضامه عندهم طريقه حكيهم حكي وتشوبر وكل شيء يعني مش معقول بايديهم بيحكوا كثير يعني مهضومين يعني تنرجع على اجواء الاكل شفت مثلا هودي مطاعم بتلاقيها بهيك دهاليز صغيره بريال صغار تراتوريا اطيب مطاعم واحد يذوقها بايطاليا يفوت على تراتوريا لانه منا ريستورانتي كبيره ضخمه تراتوريا يعني هي ريستوران مطعم عائله يعني البيتزا الانسيان والبيتزا الانسيان مثل ما عم نشوفها بتراتوريا في الام والبي والاخت والخي اللي بيطبخوا سيرفيس كتير مهضوم مودست والاسعار منها كتير غاليه والاكل كتير طيب هلا بتشوفوا اكيد الاكلات اللي بنعرفها بروسكيتا على باذنجان على بندوره اكيد في بيستو بازيليك اجا مارون شام الريحه مارون واجا مارون يعني كلها اكلات طيبه كتير كتير من دوقة بايطاليا واهم شيء بفلورنس عن البيتزا مارون اهم شيء بفلورنس البستكا على فلورنتينا اللي عم نشوفه هلا على الصورة هو بيفتك مثل تي بون ستيك
وفي دائما بيكون حده خضار وقطعه حامض مثل ما شفنا، وهي بينعمل بينطبخ بزيت زيتون، وهون بنشوف والسوسيسات، هون بنشوف كل انواع الشاركوتلي، واهم شيء البينو كيانتي الفان اللي كثير معروف بايطاليا. هلا اذا بدك تاكلي حلو، بتحب الحلو ستيفاني؟ بحب كل شيء. في عندك جيلاتو كل انواع البوزه على انواع وعلى الوانها، بتشهي بكل البيتزا. غير شيء بايطاليا، حتى لو فتحوا بلبنان غير طعم البوزه الايطاليه، عندها نكهتها، مش يعني البوزه اللبنانيه مش طيبه، يعني كل بوزه عندها في مثلا بوزه على ليمونشيلو، وهيدا الجاتو اسمه بانفورتي، معمول من فواكه ومن فواكه مجففه مثل اللوز والجوز. هيدي كابوتشينو كافي لاتيه. كافي لاتيه كثير بحب الدسان، بيعملوه عليهم مثل هيدا الكاري اللي عاملينه في لبنان كمان، بيعملوا هيك دسان. اكيد كافي لاتيه هو الكافي اولي اللي بنعرفه بس على التاني. يعني شو جبتي لنا معك؟ شو جايبت لك معي؟ جايبت لك معي اكيد كل شيء في تحف فنيه يعني بنحلم فيها بس كثير غاليه. انا حبيت اجيب هيدا الشيء لاولادي. نعم جبت بينوكيو البانتان اون بوا، والحلو فيه انه بيتحرك هيدا المهضوم فيه. قلت هيدا دونك بينوكيو، بتحسي عم بيتحرك، بتحسي صار انسان مثل بالقصه. كثير مهضوم منخاره طويل كفايه، ما بعرف بس بفيدنا تنفصل لاولادنا انه ما لازم يكذبوا. ودونك هيدا هي رحلتنا على فلورنس، ان شاء الله تكون عجبتك ستيفاني. اكيد عجبتنا، بنرجع بنشوفك فاندردي بروشان جمعه الجاي ان الله راد زيت الوقت على الام تي في، وهلا رح نشوف سوا التابلو قبل ما نختم اكيد مع غنيه حلوه. يلا